افترض عندي تو سيستم ثري سيستمز، عندي هون سي وعندي هون بي وعندي هون اي، وانا بدي اطلع معادله تعمل لي ترانسفورميشن تمثل الروتيشن والترانسليشن اوف سي وذ ريسبكت تو اي، فكاني عمالي ايش بطلب؟ تي سي اي. هلا لو جيت اخذت التو ماتريسز، في عندي ماتريكس، في عندي ماتريكس ثاني. هلا اول شيء راح تكون هذه هي سي بالنسبه لبي مظبوط، فراح تكون ار سي بي مظبوط 0 0 0 1، وهون ايش راح يكون؟ هي سي اورج بالنسبه لبي، وهون ايش راح يكون عندي؟ ار بي بالنسبه ل ايه، هاي اللي راح تطلع هون سي ايه، وهذه بي بي اورج بالنسبه ل ايه، وهون 1 0 0 0. اضرب هلا هدول، مش ضربتهم بيطلع معي وحده جديده؟ هلا المفروض اذا شغلنا مظبوط يطلع 0 0 0 1 على اي حال رح تضلها، رح تضلها نفس الشيء. هلا اذا اخذت هاي وضربتها هون شو بصير عندي؟ بضرب اول شيء هاي في هاي، شو بيطلع معي؟ اللي احنا بنتوقعه هذا اصلا، مش هيك؟ هذا فيش فيه شغل، فيش فيه فلسفه كثيره. سي بي وبي اي، هاي ما فيها شيء، ما فيها شيء صعب، هاي معروفه. الصعوبه رح تطلع هون، شوفوا ايش رح يطلع معي الان من مرحله اولى بس. رح يطلع معي هلا بدي اخذ هاي واضربها في هاي، شو رح يطلع معي؟ رح يطلع معي هذا التيرم مضروب في هذا التيرم، فكاني عم بعمل روتيشن للديسبيسمنت بار اي بي وبجمع لها الديسبيسمنت الجديده، فبيطلع معي بي سي اورج بالنسبه لبي مضروبه في ار بي اي، فكاني طلعت بي سي اورج بالنسبه ل اي وجمعت لها بي بي اورج. طب لو عملنا كمان وحده ايش راح يصير؟ راح يطلع معي هذا التيرم مضروب في 2 روتيشن ماتريسز، هذا التيرم مضروب في 1 روتيشن ماتريكس، وراح يطلع واحد ثالث مش مضروب في شيء. وكل ما مشيت مرحله ايش راح يصير في هذا التيرم؟ مين اسهل؟ فاهم انت اللي بتسالني عنه؟ هذا اللي بتسالني عنه. هاي الطريقه راح تصير معقده هون اذا بدي اعملها معادلات، اسهل بكثير اني اخليها بهذا الشكل، مش هذا الشكل اسهل؟ والا هاي هلا هاي صارت معادله جديده، صار عندي الروتيشن مثلته بهدول، وكل ما عملت روتيشن اكثر شو بعمل؟ بضرب كمان، بس هون ايش رح يصير عندي؟ رح يصير بدي اضل كل ترانزليشن اضربها في كل الروتيشنز اللي قبلها واجمع الترانزليشن اللي قبلها بروتيشنز اقل، والترانزليشن قبلها بروتيشنز اقل لحد ما اوصل للاصلي، هذا الفور ماتش مور كومباكت. ايوه يا باسل. هلا في بي اور بي سي اور بتكون معطينا اياه. طبعا يعني هلا ممكن اجيب لك سؤال، اقول لك في عندي هذا الفريم بالنسبة لهذا الفريم بعطيك احداث الروتيشنز تبعته، مثلا بقول لك هذا حوالين هذا روتيشن باكس اكسس مثلا 30 درجة والديسبيسمنت مثلا 3 و4 و0، وباجي بقول لك هذا طلع لي ترانسفورميشن ماتريكس النهائية اللي بتحول من هذا لهذا ولها تو انتربريتيشنز، يا بقول لك اعطيني الاورينتيشن، هاي صارت كأنها اورينتيشن لفريم، التي هاي هي اورينتيشن لهذا الفريم، بوزيشن وايش؟ اورينتيشن بالنسبة للريفرنس، أو عندي فيكتور هون موجود عم بطلع هذا الفيكتور بالنسبه للاصل الفريم الاصلي ماشي.